وطبعا بجهلك صدقت انه عفريت ورحت الشيخ عشان يصرفهولك. وتأكدت ان هو دجال بعد ما ظهر لي امبارح. نبيها قوي ما شاء الله. اديك كده فهمت كل حاجه، وما دام ابتديت تتريق عليا يبقى اكيد عندك تفسير للي بيحصل لي ده. الديان لا يموت. طول عمرك بتنكري لغه الروح وبتتريقي على الاسرار الخفيه. مش معقول يا عم مجاهد هتشمت فيا وانا في الازمه دي كمان. معاذ الله يا بنتي، انا بس بتامل حكمه ربنا في عباده. قولي لي يا كرمة، شفت ايه في الرؤية الاخيره؟ شفت نفسي لابسه روب المحاماه بتاعي وماشيه لوحدي في مكان غريب زي ما تكون ارض فاضيه ومهجوره، وفجأة رجلي اتكعبلت في حفرة. الحفرة دي كانت بير مليان ورد وعصافير ولوح مرسومة، ودافيتشي كان قاعد جوه بيستنجد بيا وبيقول لي ساعديني يا كرمة، مدي ايدك وارفعيني. مديت ايدي وحاولت اشده، فجأة هجم علي تعبان رهيب وعضني في ايدي وصرخت والصرخة شقت صدري، والوجع جري في جسمي كله وفي عروقي يا عم مجاهد، وجع بجد لدرجة ان انا كنت حاسة بإيد دافنشي وحاسة بعضة التعبان في دراعي. ولما صحيت من الكابوس لقيت دراعي أسرق. كابوس؟ انت لسه بغبائك بعد اللي حصل بتسمي ده كابوس؟ امال ده يطلع ايه؟ يطلع رحمة يا بنت الغالي، يطلع لطف وحنية وحب إلهي ملوش حدود. حب من ربنا ليا أنا؟ لا، لأبوك يا كرمة. أبوك اللي زرع نبتة طيبة وجميلة وقضى عمره كله بيسقيها حب وحنان وشرف وعدالة، واستنى يحصد زرعته أما اتكسرت نفسه وطرحت خسة وطمع وتجارة بحقوق الناس، لكن ربك بلطفه وحنيته جاب له كرامة مخصوص من تحت الأرض تعدل الميلة وتخضر الدبلان. حرام عليك يا عم مجاهد، ده أنا اللي فيا مكفيني. دافنشي مش عفريت يا بنتي، ولا بني آدم عايش في الدنيا، ده ميت يا كرمة. ميت؟ مات وشبع موت واندفن في قبره من سنين، واندفنت حكايته معاه. الناس فاكرة انه مات موتة الاجل الطبيعي، لكن الحقيقة انه اتقتل، ولحد النهاردة محدش عارف مين اللي قتله. روحه الطاهرة يا ولدها لسه متعلقة في الدنيا الخربانة اللي كنت ماشية فيها، مش حبيبها ولا طمعان يرجع لها، لكن طمعان في ظهور الحقيقة. لحد ما رجلك اتكعبلت في قبره وشافك قدامه، اتعشم في نزاهتك وقوتك في الحق، مد ايده وطلب مساعدتك، لكن عملك الراضي وقف قصادك وعض ايدك قبل ما تداوي الوجع وتكشف الحقيقه. مش ممكن يا عم مجاهد، انت عظيم، اعظم مخلوق في الدنيا، ربنا يخليك. تفسيرك العبقري ده عمل لي معجزه، حل لي اكبر فصوره حصلت في حياتي. المعجزه دي حصلت عشان روح ابوكي الطاهره وعمله الطيب. أنا غلطت فعلا في حقك، في حق أبويا الله يرحمه، مش عارفة أعمل إيه عشان أصلح الغلط ده. لسه الفرصة قدامك، المعجزة اللي عندك دي استغليها بإيديكي وبسنانك. شوفي الراجل المسكين اللي دمه راح هدر، دوري وفتشي وحققي واعرفي مين اللي قتله. إزاي يا عم بيت؟ أنا معرفش عنه حاجة،
مش في ايدي اي حاجة، لا اسمه ولا مهنته ولا عنوان ولا اي حاجة. معرفش يا بنتي، ده شغلك انت يا استاذة. وخلي بالك يا بنت سليم، نعمة زي دي ما ينفعش تفرطي فيها، لو حصل كده هتتقلب لنقمة، نقمة هتلزق فيكي طول العمر، وروح دافنشي هتفضل تحوم حواليكي وترقص قدام عينيكي زي الطير المدبوح.